الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمح لنا بأربع نسوان وأني ما خذيت إلا هذا أنت هاي أم حسين جوازت وجيت في سبيل أهرب منه من الكمل لرقعني يحيي والله لرقع عايشي تين عايشة بألف نعمة يروح يا عيني خلاص انا يوم المطلوب منك انا اسويه تقول لك اياها ايش فيك يا سعيد ماشي ايه شلون زهره عايشين من جد كلياتنا عايشين من خلت الموت بس والله مبين على وجهك مو من خلت الموت هاي بي من اول بس ما لازم نتفرح مع بعضنا ضد الرجال بلد مثل ما بتعرفوا أكيد بلدنا هاد بلد كتير حلو فيه إلنا ذكريات بإلنا جيران بإلنا أيوة تعليمكم إن شاء الله نرجع على بلدنا سوريا وتصيروا مثل الشي اللي حاطينه ببلد